الذي أسس مجلة الإيمان ومجلة الرسالة الأسبوعية بالإضافة إلى إصدارات كثيرة، أليس هو المدافع عن القضايا الفاعلة؟ أليس هو الذي استمعنا منذ لحظات إلى الكثير من منجزاته؟ أليس إنه الرجل الذي يترجم قناعاتي إلى مواقف عملية تعكس قيمه وأهدافه؟ يعتبره الكثيرون رائدا من رواد الحركة الوطنية، ونعتبره رائدا أيضا في المجال التربوي والسياسي ومجال البحث بشهادة الجميع الذين أسموه أيضا المجاهد، فلا يقرن اسمه إلا بهذه الصفة الجليلة التي لم تمنح إلا للقلة القليلة من الرجال. لقد حقق الإجماع على احترامه وإقباره، لذا احتفى به الكثيرون، لكنه كان يجعل كل تكريم له تكريما للدائرة الوطنية المغربية. وأخيرا، ها نحن نلتقي أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم باختلاف أجيالنا، باختلاف مشاربنا، بتعدد انتماءاتنا، نلتقي صوتا واحدا لنؤذن أستاذا مجاهدا لم يكن ينحاز لغير الحق والمشروعية. صاحبه الكثيرون إلى مثواه الأخير، لكنهم لم يواروا التراب إلا جسدا ليركض في راحة وأمان. أما فكره، أما رضاه، فسيظلان إبراسا للأجيال ومثالا يحتذى ومنارة ترشد إلى الطريق. بعض عزائنا كتلامذته أنه قال في لقاء نظمته جمعية قدماء النهضة: أحمد الله أني أرى في حياتي أبنائي وبناتي الذين تربوا على يدي مبادئ الفضيلة والطهر والوفاء والتمسك بالعقيدة الوطنية. إني لأسعد اليوم وأنا أرى هذه الثمار تقدم لي باقة من الأزهار، صادقة في تعبيرها، متعلقة بمقدسات وقيم هذا الوطن. رحمك الله أبانا وأستاذنا المجاهد أبا بكر القادر، وجعل الجنة مثواك، وألهم الصبر زوجتك وأبناءك وأحفادك ورفقاء دربك وكل محبيك. وعزاؤنا ما خلفته من علم ومعرفة وما غرسته فينا. والسلام عليكم ورحمة الله. آمين. من إنتاج مدرسة النهضة معنا الموسيقار الأستاذ أحمد صياد، وهو موسيقي له أعمال معروفة على صعيد عالمي، وسيقدم لنا كلمة في الموضوع كأحد أبناء مدرسة النهضة. لم أهم شيئا، ما استمعت إليه أثارني وجعلني أبكي، ولغتي ستكون غريبة عني، لأن لغتي الأولى والأساسية هي النشيد، وكم كان بودي أن أعلن عن ما يمكنه فقدان هذا الرجل في ذاتي، في قلبي وفي وجداني، بلغتي التي ليست بحاجة لترجمة. ولهذا سأكتفي
برواية قصة صغيرة، قصة طفل في العاشرة من سنه. كان بمدرسة النهضة من أوائل تلامذتها منذ نعومة أطفاله، أي في سنه الخامسة. اجتاز الشهادة الابتدائية بنجاح، وكما قيل عنه آنذاك بمدرسة التفوق. وسر هذا أساتذته ووالديه وخصوصا أباه، هذا الذي قرر أن ابنه تعلم ما فيه الكفاية وأصبح بإمكانه أن يساعده في مشاغله اليومية، إذ كان فلاحا يستيقظ في الثانية صباحا ويذهب إلى السوق المركزي بالرباط ليبيع خضرواته في الرابعة صباحا. وكان هذا يروقني جدا، فحينما اقترح علي أن أغادر المدرسة، وخصوصا أن مرحلة الإعدادية كانت بالرباط وكان علي أن في العاشرة أن أمشي كل هذه المسافة وأن أقطع الوادي إلى الجهة الضفة الأخرى، وأرهاني بدراجة، فقتلت العرض. ومرت ثلاثة أشهر، والصدفة شهدت لقاء أو التقى صدفة والدي بسبوك الخضري عند الحلاق، وكان هذا الحلاق من كل الوطنيين في سلاة كانوا يذهبون لهذا الحلاق. فسأل أبو بكر الخضري والدي عني، فقال له أنني تخليت عن الدراسة لأنني صغير. أثار أبو بكر وقال ليس من الممكن أن نقبل هذا، فنحن ضحينا من أجل هذا الجيل الصغير. تعلمون أن في جيب الفلاح أكثر من حيلة. فقال والدي معك حق، لكن مرت الآن الفرصة. أجابه أبو بكر لا، لقد فتحت معهد للبنات، إعداد لتدريب البنات، ابنك لا زال صغيرا سيكون أول ذكر بين الإناث في مدرستي. وهكذا قضيت ست سنوات الذكر الوحيد بين بنات علمنني أنهن كنا أكثر جدية مني، لكنني ربما كنت أكثر أوضية منهن. إذ ما تعلمته في النهضة هو أننا، إن أقوله الآن بلغتي الحالية لكنني تعلمته وراء الذاكرة وراء اللاوعي، أننا ناس بين الناس، وأن الآخر ضروري لوجودي. وهذا استنتجته من الليالي التي كنا نقضيها مع خالد القادري بعد نهاية الدراسة بعد العشاء، إذ كان يجمعنا مرتين في الأسبوع ونحن في قسم الشهادة
ليقرأ علينا نصوصا أدبية مترجمة. وهكذا آنذاك عرفت أن هناك إنسانا في روسيا يدعى غوركي، وأن أنه كتب كتابا يخصني اسمه الأم، وأن هناك آخر في فرنسا يهمني لأنه تحدث عن الثورة، عن العدالة، عن التسامح والتعاون بين الناس. هو ذكره. فاستنتجت من هذا سنوات بعد ذلك أن المعرفة ليست هي العلم، وأن المعرفة هي الشغف للعلم، وأن النشاز الديسونانس أكثر أهمية من التوافق. فأبو بكر القاسم كان نشازا في عصره، ومعنى هذا أنني يمكن أن أسائل أبو بكر القاسم كما يمكن أن أسائل عصري في مواقف أساسية، في مواقف أقاضية أساسية. وكان من بينها أنا المتعلم العربي، وكان من بينها التراث البربري. وهذا نحن في حالة التكريم كما تعلمته من مدرسة النهضة، لا يمكن ببساطة لا يكفي أن نقبل بأب المئة كل شيء، وأننا تربينا في مدرسة النهضة على التساؤل، وأن الإيمان هو نتيجة التساؤل. شكرا على انتباهكم. الآن ننتقل إلى جبهة أخرى من هذه الحديقة البهية التي اسمها مدرسة النهضة. نستمع إلى قضية هي الأستاذة سعدية بدبير رئيسة غرفة بمحكمة النقد. تفضل. طبعاً أعتبره هذه، وهو كان كذلك يعني
يعتبرني كذلك، وهذا يشرفني كثيرا. في الباب هناك شخصية المرحوم، وكما جاء في الوثيقة التي رأينا كان عصاميا في تكوين شخصيته، شخصية متكاملة فذة، شخصية تنفذ الأشياء بشكل عملي ليس فقط شعار فقط. يقول مهتمون بحقوق الإنسان أن من بين تعريفاتها أنها وسيلة الكفاح، وأستاذنا الكبير كان كذلك، كان يعتبر حقوق الإنسان وسيلة الكفاح عملي يعطيك في الإنسان النموذج من نفسه. في الأول دافع عن الحق في الحرية، عن الحق في الحياة، عن الحق في تقرير المصير، وأدى ثمن ذلك من حريته في زمن كانت المواثيق الدولية نزلت في البلد، وكان في السجون وفي الوضعيات التي يمكن أن نقرأ عنها. كان يعتبر أن العامل البشري أو العنصر البشري هو أساس الاستثمار في مجال حقوق الإنسان، وكما قال في الوثيقة التي شاهدنا أنه كان يجد نفسه كمعلما وكمربيا أكثر منه سياسي، فاستثمر في هذا الجانب. وكنا شهود عيان نتمنى أن نكون قد استفدنا كثيرا مما قاله مما وجهنا به بشكل عملي. كان يدافع عن حق المرأة في التعلم، وكان كثيرا ما يعاتب الآباء حينما يقررون أن بناتهن هن أفضل في بيوتهن كزوجات منهن كمتعلمات أو كمشتغلات في المجال العملي. كان يغضب في حالة ما إذا قرر أب أن يوقف ابنته عن الدراسة، وأنا من شهود ذلك. كان من المدافعين عن اعتبار أن العنصر البشري عامل أساسي في التنمية، كان يعمل على أن منتوجه يجب أن يكون جيدا، ليس فقط لكي يقال عنه أن قرأ جيدا كذا وكذا، بل لكي يمارس مواطنيته ولكي يمارس حقه في المواطنة. كان يربط ما بين الوطنية والمواطنة والتنمية في كل أفعاله وأقواله، وكتابته وعمله يشهدان على ذلك. كان يعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك ميز ما بين التلاميذ في مدرسته، وقد عشنا ذلك مع أبنائي، لم يميز أبدا بيننا وبين أبنائي وهم شهود على ذلك. لم يقبل أن يكون هناك تصرف مخل باحترام الواجب للأساتذة ولا للوطن ولا للآخر. فكانت هناك جملة من الحقوق التي كان يعمل على تكريسها، ابتداء من الحق في الحياة إلى الحق في العيش الكريم. لكل ذلك فإنني باختصار أقول أن لدينا فرصة لكي ندرس من جديد هذه الشخصية عبر دراسات ومجموعات عمل، كي نؤكد على أن ما قام به شيء رهين أو راهن، وأننا في حاجة إلى هذا النموذج وإلى إعادة إنتاجه عن طريق البحث والعمل. أشكركم وأجدكم هذا. الآن أستأذنون الأخ الأمين العام والأخ رئيس المؤسسة في أن يعلن للجمهور أننا مضطرون لإخلاء القاعة الثانية. سنطلب تمديد بضع دقائق، ولكن بضع دقائق فقط، في حين أن وصلتنا نصوص كان لا بد أن نسمعها. منها مثلا نص للأستاذ محمد صلاح الدين المستوي عضو المجلس الإسلامي الأعلى، وهي في يعني ذكر مناقب الأستاذ أبي بكر القديم. كذلك مادة جيدة
لابد أن تكون على غرار ما نشره في الصحافة مرتين نشرها اليوم الأستاذ عبد القادر الإدريسي ومدى للأستاذ أحمد القادري أخيه وهي أيضا جديرة بأن نسمعها وعندنا قصيدة قصيدة للدكتور عبد الرحمن عبد الوافي من جامعة المحمدية وقصيدة للكولونيل حسن كنزي البلديتي العلوي خريج الكلية الحربية بالقاهرة وقصيدة ثالثة للأستاذ أحمد السوسي التناني ووصلتنا أيضا قصيدة يعني اقتراح بالاستماع إلى نجم المجاهد الأستاذ عبد الله إبراهيم